بخصوص التقرير، حقيقة صدور هذا التقرير هو اللحظة الفارقة والمهمة، تأكيد لاستقلالية العراق بإزاء إيران، هذه مسألة مهمة وحساسة عراقية. يعني العراق يؤكد استقلاليته بإزاء جهات أخرى دول أخرى، لكنه إيران لا، دائما يعني تختفي تحت عناوين الأخوة والتعاون، وواضح انعكاس لحجم النفوذ الإيراني في العراق. هذا التقرير يعني بغض النظر عن نتائجه يصنع بتصوري لحظة تحول في العلاقة بين العراق وإيران باتجاه تعزيز استقلال العراق بإزاء إيران، وأيضا يعني صنع شكل من الجرأة السياسية في إطار الطبقة السياسية العراقية بخصوص تأكيد استقلال العراق، سيادته وقدرته على الاختلاف مع إيران. هل إيران ستعطي التعويضات؟ أشك بهذا كثيرا. إعطاء التعويضات عادة يعني أنها ارتكبت خطأ، ويمكن أن يؤخذ هذا ضدها كدليل، لكن سيجدون تخريج ما. إن أصر العراق على قضية التعويضات يمكن أن يعوض الشخص المتضرر بشكل غير مباشر. أهمية ما حدث هو جانبه السياسي، العلنية فيه، وأنه هو قوى أساسية في المشهد العراقي تعتبر تقليديا حليفة لإيران. يعني معظم الطبقة السياسية العراقية حليفة لإيران، لكن هناك أجزاء من هذه الطبقة أشد حلفا وقربا من إيران مقارنة بأجزاء أخرى. فدخولها في لجنة التحقيق طبعا شكل من أشكال الحماية السياسية، جهات متعددة سياسية عراقية دخلت في لجنة التحقيق، وصدور هذا التقرير ثم مطالبة إيران بالقيام بشيء ما من ضمنه اعتذار، دفع تعويضات. أيا تكن النتيجة، الخطوة مهمة، مهمة رمزيا ومهمة سياسيا، وأعتقد على الإيرانيين أن يتلقوا هذه الرسالة. المزاج السياسي في العراق تغير، ليس كما كان في السابق قبل 2019 أو حتى قبل هذه الانتخابات الأخيرة.